طارق، الموضوع مش متحمل هزار خالص. المرة دي ربنا ستر وعدت على خير، المرة اللي جاية الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل. أنا من رأيي إن أنت تسيبك خالص من المشروع ده، سلمه لأي مهندس تاني. المشروع ده بالذات أنا اللي لازم أشرف عليه، ده كله غلطات. صدقني يا طارق، أنت لازم تبعد. ودي بتتكلمي عن الشركة كما لو كان إنها مش شركة أبويا وأمي، كأن أنا غريب يعني. ما أنت فعلا غريب عن الشركة يا طارق، هي شركة والدك ووالدتك آه، بس أنت فيها زيك زي أي مهندس تاني، والدليل أهو إن أنت كان ممكن تدفع حياتك تمن غلط أنت أصلا مالكش دعوة بيه. خلاص مش وقته الكلام ده. طيب براحتك، أنت عارف إن أنا بقولك ده من خوفي عليك. عامة الحمد لله على سلامتك، أنا همشي. باي باي. باي باي. ميرسي. لميس، أنا سمعتك بتتكلمي على حاجات مش مظبوطة بتحصل في المشروع ده.